طبعا العامل الأساسي في هذه المؤتمرات هو علاج مريض السكر، والحقيقة احنا بنوجه مرضى السكر بتوعنا ان هذا المرض اصبح له الكثير والكثير من الأدوية اللي فعلا قدمت جديد لمريض السكر عندنا، بحيث اصبح المريض لو بالمتابعة وبضبط مستوى السكر في الدم وبالاكتشاف المبكر للمضاعفات اصبح المريض السكر بيعيش حياة طبيعية. والكلام ده ينطبق على مرضى النوع الأول ومرضى النوع الثاني. النوع الأول الإنسولينات الجديدة أصبحت بتغطي اليوم كله وقلت جدا نسبة هبوط السكر في مرضى. بالنسبة للنوع الثاني في أدوية كتيرة حديثة، بعضها بيتاخد بالفم وبعضها بيتاخد بالحقن، ولكن الجديد أن الحقن دي من الممكن أنها تتاخد مرة في الأسبوع. فإحنا بنناشد مرضانا أن المتابعة المستمرة مع طبيبك هي الطريق الوحيد لأن إحنا نعيش حياة طبيعية. وكل سنة وانت طيب.